باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. ومتى جاء المعزي الذي سأرسله أنا إليكم من الآب روح الحق الذي من عند الآب ينبثق فهو يشهد لي. معكم سرية. أنا شفت المسيح كتير، والنهاردة مراحل الطريق الروحي جزء 6 روح من نور ونار ثمر وحصاد. قلنا المسيح بعد القيامة والصعود كان بيظهر يثبتهم في الإيمان وبيشرح المكتوب وعلاقته بالأحداث ولإعادة ترتيب الإنسان. كنا عملنا رباعيات في العهد القديم في جزء 18 في الرسالة باسم عبرين، وقلنا إبراهيم عمل 4 مذابح، إسحاق حفر 4 آبار، يعقوب أقام 4 أعمدة، ويوسف لبس 4 أثواب، وآخرهم الرداء الملوكي. وعدد 4 هو 4 جهات أرضي الخاصة بي، وهي أرض ميراثي. 1. وجود 4 مذابح على مرتفعاتي يعني أعلن وأشيل صليبي وأقدم ذاتي ذبيحة عليه. أعلن سيادة وسلطان إلهي على أرضي، لأن أنا ميراث الله وربنا هو ميراثي. وبكده يشتمل الرب ذبيحة الرضا ويسمح وتجري الأنهار، فيكون 4 أبار يعني مياه النعمة والحكمة الكلمة والروح بيجروا في أرض ميراثي، المية اللي بترويني أنهار الحياة. ومياه بجانب مسبح دي أنهار الروح اللي تفرح قلبي، وربنا يفرح هو كمان بيا، وهو ده معنى إسحاق الضحك والفرح. 3. يعقوب أقام 4 أعمدة، والأعمدة حدود ميراثي، يعني من هنا ما يدخلش حد زي إبليس مثلا. وعمل أعمدة مراقبة، يعني ما فيش حد يدخل ويخرج من هنا بمزاجه، وطالما فيها أبراج مراقبة يبقى ده إعلان كمال البناء. كان فيها عمود سميناه عمود الانفصال بين يعقوب ولبان خاله في جبل جلعاد اللي هو جبل الشهادة، وعملوا رجمة هناك وسموها جلعيد، وهو عمود الشهادة للفصل بين ميراث كلاهما، والمصفى أي مكان المراقبة بينه وبين خاله، ومن هنا تحدد حدود ميراث كلاهما، وفي شاهد ومراقبة عليهم وهو ربنا، يعني فيه ميراث وبناء اكتمل أبعاده، والميراث ميراثي. 4. لبس يوسف 4 أثواب. لبس يوسف، يوسف يعني يزيد ويبارك، لبس الثوب الملوكي آخر توب تلبسه قوة من الأعالي الروح القدس، وده إعلان السلطان على المكان، وإنه أصبح ملك للملك السماوي وميراث الله. إذن أنا ملك ابن الملك السماوي، والملك يعلن امتداد المملكة والإثمار والحصاد، ومفيش مجاعات تأثر عليا، لأن ربنا يعطي الملك ويزيده، وده اسم يوسف، يعطيك الرب ارتفاع الذبائح وصلابة الأحجار الكريمة، وتوب ملوكي قوة الروح القدس، والنور اللي هو الحكمة، والحصاد لما شعب يوسف كلهم رجعوا لي. بتعمل كل شيء في حياتك بإرشاد الروح القدس. ومن يغلب مثلا سأجعله عمود في هيكل إلهي، ده في رؤية 3، يعني أنت ميراث أبيك السماوي وعمود في هيكله هو السماوي هو، وتدخل أنت في ميراثك الحقيقي وهو المسيح، ونقول أنت في المسيح يسوع، وتعمل بالروح القدس والمسيح فيك والروح القدس ساكن فيك. من هنا النهاردة تعود ترسل روحك فتخلق وتجدد وجه الأرض، وتعود لأنه أرسلها قبل كده في المعمودية. وأعطيكم قلبا جديدا وأجعل روحا جديدة في داخلكم، وتكونون لي شعبا وأنا أكون لكم إله. نعم أؤمن بالإقنوم الثالث في اللاهوت، نعم أؤمن بالروح القدس الرب المحيي الحي المنبثق من الإله. المفروض نسلم له كل الكيان ليستخدمنا كما يشاء هو، والفرق كبير بين استخدام الروح لينا هنا واستخدامنا إحنا ليه من يوم ما تسكن فينا في المعمودية. هو الأقنوم الثالث في اللاهوت، بنقدم له التعبد ونؤمن بيه ونخلص ليه ونحبه. هو مش بس مجرد قوة تساعدنا في حياتنا الروحية، لا بالقدرة ولا بالقوة، بل بروحي
قال رب الجنود، مشيرا إلى عظمة قوته ومجد قدرته. المجد ليك يا رب. عيد حلول الروح القدس يوم 50 هو عيد الحصاد في العهد القديم. لا أترككم يتامى، إني آتي إليكم، لا تبرحوا أورشليم إلى أن تلبثوا قوة من العالي. عيد حلول الروح القدس يعني عيد الإثمار وجمع الحصاد للمخازن وفرح القلوب باستقبال ربنا والبشارة المفرحة. الروح القدس نور ونار، نور ينور لينا ونار تحرق كل شر فينا. تعود ترسل روحك فتخلق وتجدد وجه الأرض، وكان روح ربنا بيعمل، يعمل في الإنسان لتجديده عشان يعيش الحياة المقدسة. 2 يصنع قوات وعجائب على إيد الأنبياء والقديسين والرسل. 3 يخلق نفسا جديدا وروحا محييا وقلبا نقيا. 4 الروح يحيي الميت، فدخل فيهم الروح فحيوا وقاموا على أقدامهم جيش عظيم جدا جدا في حزقيال. 5 الروح يكمل البهاء، وجملتي جدا جدا فصلحتي لمملكة وخرج لك اسم في الأمم لجمالك، لأنه كان كاملا ببهاء الذي جعلته عليك يقول السيد الرب. الروح يفيد بالنعمة وروح التضرعات والعطايا. الروح نور يخرج من قديم من جذع يسى وينبت غصن من أصوله، يحل عليه روح الرب، روح الحكمة والفهم، روح المشورة والقوة، روح المعرفة ومخافة الرب، ولذته تكون في مخافة الرب. 8 الروح القدس نقل الأنبياء من مكان لآخر بحسب مشيئة ربنا. نقل الروح حزقيال وجه به في الرؤية لأرض الكلدانيين، وكمان نقل إليه. الروح القدس يعمل فينا وبيدي مواهب متعددة وثمر. لكل واحد يعطي إظهار الروح للمنفعة قاسما لكل واحد بمفرده كما يشاء. الروح هو قوة علوية للحياة المثمرة، فبسبب يوم 50 أصبح في مقدور الكنيسة أن تنمو وتحصد، وأصبح لديها القوة للشهادة والقدرة على التجديد والتغيير والحياة في محضر الله. وإحنا في كنيستنا الشرقية بنحتاج لقوة أن يملأ الروح القدس حياتنا، ونختبر حياة التجديد والتغيير الحقيقي، ونشاهد النفوس راجعة تطلب ربنا وإلهنا يسوع المسيح. أنت يا رب وحدك المعطي بسخاء ولا تعير. أنا عايزة نسبة سميا إلى العلاء، نصير في الروح في يوم الرب زي يوحنا الحبيب، نلتصق بالرب. عيش في بهجة وفرح، نرضي الله ملتصقا بأنهار الروح القدس، فتجري من بطنك أنهار ماء حي. قوم اصعد مع المسيح، اطلق الحمامة وارجع عيش في عدن. وعدن اسم عبري معناه بهجة وفرح ورضا، وبالعربي أو المسرة، وبالعربي فردوس، وبالفارسي بستان. عدن مكان لذة حضور ربنا ولذته فينا، ومكان فرحنا وفرحنا في وجوده وسطينا، وقوتنا وسلطاننا وميراثنا وثمرنا في الاتحاد به. في عدن كان فيها شجرة الحياة وهي المسيح سر شبعنا. هو سر شبعنا وسداد لاحتياجاتنا بسخاء جوده، سخاء نعمته، حبه، أمطار البركة والاحتواء والأمان. في المزمور الأول، طوبى للرجل الذي في ناموس الرب مسرته، وفي ناموسه يلهج نهارا وليلا، فيكون كالشجرة مغروسة عند مجاري المياه التي تعطي ثمرها في أوانه، وورقها لا يذبل، وكل ما يصنع ينجح فيه. إذن أنت كمان شجرة، وكان نخلة يزهو الصديق، وكان يسقي الجنة نهر يشق مجراه في عدن، ويتفرع لأربع رؤوس، في شون، جيحون، حداقل، والفرات. النهر الأول في شون بيرمز لإنجيل معلمنا ماري متى البشير، ونهر في شون هو المحيط بجميع أرض الحويلة حيث الذهب، وذهب تلك الأرض جيد، وهناك المقل وحجر الجثة. الذهب يخص الملوك، فهذا النهر يشير للمسيح الملك، والحويلة أي الألم. في شون معناه اتساع بعد محدودية، ولو أنت في المسيح الملك
روح ربنا بيوسع جواك، بيوسع احتمالك وصبرك وغفرانك، بيوسع فرحتك، بيوسع حبك، وتحيط بكل ألم جواك وبراك وتحوله الفرح بطبيعة الذهب، يعني الطبيعة السماوية في المسيح يسوع الملك، وتكون أنت كمان ملك، ابن الملك. واحد، نهر فيشون، نهر الاتساع المرتبط بالملك ولا تنازل عن ميراثي في الملك المسيح. النهر الثاني جيحون، يعني النعمة، بيرمز لإنجيل ماري مرقس. نهر جيحون محيط بأرض كوش، وكوش جنوب مصر، ونهر جيحون هو نهر النيل كما نقول في التسبيح. ماري مرقس جاء وكرز في أرض مصر وجنوبها، وفي سفر أرمية عندما رمي أرمية في الجب أمر الملك عبد ملك الكوشي قائلا: خذ معك من هنا 30 رجلا وأطلع أرمية من الجب قبل ما يموت، أي إن كوش مرتبطة بالعبيد وبالخدام. ماري مرقس قال: لأن ابن الإنسان لم يأتي ليخدم بل ليخدم ويبذل نفسه عن كثيرين. جيحون يعني النعمة اللي بتحوط بأرض كوش، الأرض السوداء اللي فيها خزي أو روح عار وعبودية. عيش في نعمة الفداء والبذل والتضحية والخدمة اللي حولت كل سواد لجمال وكل خزي وعار لحرية ومجد. ارفع صليبك، صليب العار، ادي فرصة لنهر النعمة يحول العار لجمال ويملك بالجمال والنعمة والمجد. اتضع واغسل رجلين اخواتك، عيش خادم للجميع، فيه نعمة جواك بتحوط بيك، والنعمة أساسها الاتضاع، نهر النعمة المرتبط بالتواضع. النهر الثالث حدق، يعني صوت حاد، وبيمثل إنجيل معلمنا لوقا البشير. هو نهر جاري شرق أشور، وأشور رمز مملكة الضلمة. نهر فيه صوت حاد بيسكت ويحيط مملكة الضلمة، صوت نهر الروح القدس، صوت التسبيح. الأبدية اللي جواك في قلبك أقوى من أي مملكة للضلمة. الذي فيكم أعظم، الروح الساكن فينا أعظم وأقوى من أي قوة، زي صوت المسيح اللي صرخ على صليب الفداء بقوة وسلطان قائلا: قد أكمل. قدم نفسه كذبيحة محرقة، قدمها لوقا البشير ورمزه الثور، رمز الذبيحة والفداء. هو أيضا يمثل شخص المسيح، منبع النعمة والفداء، والروح القدس روح القوة والسلطان، روح القوة والسلطان. ثلاثة، يبقى نهر حداق النهر صوت الروح القدس بقوة، صوتك الحاد الجاد بقوة يطلق سلطان على مملكة الظلمة ويضعه عند حدوده. النهر الرابع نهر الفرات، يعني غدير أو مثمر، يرمز لإنجيل يوحنا، الإنجيل اللي قدم شخص المسيح الغني في لاهوته. هنا الله هو المصدر الوحيد للحياة، يقبلني بقبلات فمه، أكلمه وجها لوجه. هنا الشبع الروحي، صرت عضوا واحدا فيه بالروح، واحد في المسيح، شركاء الطبيعة الإلهية. هنا امتداد الميراث والحصاد الكتير. نهر الفرات نهر الإثمار، لو قلبك فيه اتساع ونعمة وصوت قوي وتسبيح يسكت إبليس، هتلاقي الثمر ونجاح في حياتك وتلاقي الجنة جواك. مفيش حاجة هتقف قدامك في حياتك كلها طول ما بتحافظ على ميراثك وإيمانك، وفي قلبك اتساع ونعمة وصوت تسبيح بقوة يحط إبليس عند حدوده. هتلاقي ثمر ونجاح في كل المواقف، في البيت والخدمة والعمل والمجتمع، وتلاقي ثمر الروح القدس فيك وحصاد في الخدمة وبركات. ربنا كمان بيوسع قلبك عشان تستقبل ثمر الروح القدس. مثلا المحبة، لما بتقبل الروح القدس وتتقبل المحبة، ساعتها بس تقدر تحب محبة حقيقية، والمحبة مش بتعرف إلا المحبة. فقط هتلاقي جواك وبتلقائية عجيبة حب يتدفق زي المسيح في الصليب، يتشتم ويتضرب ويتهان ويتف على وشه وتتقطع هدومه، وهو بيقدم ليهم كل الحب والفداء والتسامح، ويطلب من ربنا: يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. ساعتها كمان هتلاقي أنهار تتدفق جواك من أحشائك، محبة بتلقائية، ودي عطية ثمر
عطية وثمر من ثمر الروح القدس. زي برضو السلام، المسيح قال سلاما أترك لكم، سلام أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليكن كما ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا، لا تضطرب قلوبكم ولا ترح. إذن السلام عطية إلهية، وهكذا بتلقائية عجيبة، ثمر بيخرج منك بتلقائية. هتلاقي الثمر واحد بعد التاني، محبة، فرح، سلام، طول أناة، لطف، صلاح، إيمان. وألاحظ أن الإيمان هنا بمعنى الأمانة هنا. وهكذا هتلاقي صوت جواك بينادي وبتقول له يا عجيبا ومشيرا، إلها قديرا، أبا أبديا، رئيس السلام. وتكون الرئاسة على كتفه، يظهر السلطان، ها أنا أعطيكم سلطان لتدوس الحياة والعقارب وكل قوة العدو، ولا يضركم شيئا. ده بيحصل مش بمجهودي، لأ، ده عمل الروح القدس فينا، يعني هو ساكن فينا من وقت المعمودية وأعيش المعمودية، وأنا ساكن فيه بحلول الروح القدس يوم موعد الآب يوم 50، فأقيموا في مدينة أورشليم إلى أن تلبسوا القوة من الأعلى. هنا معروض علي الاتحاد بالروح القدس، وأنا علي قبوله وأعيشه، أعيشه بأمانة وأسلم له القيادة. لو فاكرين برضو في كتاب الترتيب اللي أنا حضنته في الجزء 14 من الرسالة اسمه روح القوة، ولما اتفتح الكتاب ما كان مكتوب فيه كلمتين، القبول والأمانة. يبقى النهر الرابع نهر الفرات، يعني نهر الإثمار والحصاد والبركات. يبقى لما بشبع من شجرة الحياة وتروي من نهر الروح القدس واتحد به، هسمع صوته، أنا فيهم وأنت فيا، ليكونوا مكملين إلى واحد، وليعلم العالم إنك أرسلتني وأحببتهم كما أحببتني. شايفين محبة واهتمام ربنا بينا؟ شبع وارتواء وعبور بينا على أشعياء النبي إصحاح 54. أشعياء: ترنمي أيتها العاقرة التي لم تلد، أشيدي بالترنم أيتها التي لم تبخت، قال الرب أوسعي مكان خيمتك، وده الاتساع بفرح وتسبيح، ولتبسط شقق مساكنك لا تمسكي، أطيلي أطنابك وشددي أوتادك في قوة وثبات، لأنك تمتدين إلى اليمين وإلى اليسار، وهنا الملك يمتد بالمملكة، ويرث نسلك أمما، وهنا الميراث، ويعمر مدنا خربة، وهنا الحصاد. في اتساع بفرح وتسبيح، في قوة وثبات، في الملك يمتد بالمملكة، فيه الميراث ويعمر مدنا خربة، فيه الثمار والحصاد. شايفين زي بالضبط الأربع فروع اللي هما الأربع أنهار. أيتها الذليلة المضطربة غير المتعزية، ها أنا ذا أبني بالأثمد حجارتك، وبالياقوت الأزرق أؤسسك، واجعل شرفك ياقوتا، وأبوابك حجارة بهرمانية، وكل تخومك حجارة كريمة، وكل بنيك تلاميذ الرب، وسلام بنيك كثيرا. ما أعظمك يا رب. هي أيتها العاقر، لا تخافي لأنك لا تخزين، ولا تخجلي خزي سباكي وعار ترملك، كامرأة مهجورة ومحزونة تروح، الذليلة المضطربة غير المتعزية. عاقر، خايفة، في خزي وعار، مهجورة، حزينة، ذليلة، مضطربة. هو ده أنا، عاقر، خايفة، في خزي وعار، مهجورة، حزينة، ذليلة، مضطربة. هي دي كل نفس بشرية من غير يسوع المسيح، وهو جاي لينا وقابلنا كده زي ما احنا، هو اللي بيغير فينا، بس نمشي معاه الطريق ونديله فرصة للعمل فينا، ونخضع ونشكر ونسبحه. طلبات ربنا مننا كلها سهلة وبسيطة، لأن هو بسيط مش متعقد. هو هيعمل المسيح بي ايه؟ أو هيعمل فيه إيه؟ هيبني بالأثمد حجارتك، بالياقوت أؤسسك، أجعل شرفك ياقوتا، أبوابك حجارة بهرمانية، كل تخومك حجارة كريمة، كل بنيك تلاميذ للرب، وسلام بنيك كثيرا. يا جماعة نثق في ربنا، هو بيعمل كده فينا فعلا. حجر
الأثمد، الكحل أو الأثمد حجر يطحن عشان يستخدمه مسحوق لتكحيل العين. والياقوت، كلمة الياقوت بالإنجليزي روبي يعني باللغة اللاتينية اللون الأحمر. والياقوت الأزرق هو الزفير، لون السماء للسمائيين. الحجارة البهرمانية، ودي بتتشكل نتيجة تصلب وتبريد الصخور النارية أو الحمم البركانية، تبقى هي صخور بركانية نارية. هانذا أبني بالأثمد حجارتك، والياقوت الأزرق أؤسسك، ده الأساس، وأجعل شرفك ياقوتا، الشبابيك، وأبوابك حجارة بهرمانية، كل تخومك حجارة كريمة، وكل بنيك تلاميذ الرب. وسلام بنيك كثيرا. تعالوا نشرح. هأنذا أبني بالأثمد حجارتك. الحجارة هي قوية وصلبة، هي النفوس البشرية اللي اتطهرت بدم المسيح وصارت حجارة حية في هيكل الرب. وكحل عينيك بكحل لكي تبصر، مكحلة العيون بالروح القدس. هي عيون مبصرة، مفتوحة، متسعة، ثاقبة، وده نهر فيشون، مستنيرة، مليانة نور باستقامة مستيقظة، يرون مجد الرب وعينيهم على المسيح وميراثهم شجرة الحياة. بالياقوت الأزرق أؤسسك، أساساتك سماوية، الأساس سماوي، فالأساس اللي تبنى عليه الكنيسة أو المؤمنين اللي هم المؤمنين هو المسيح الصخرة، أما النعمة والحق فبيسوع المسيح صار اللي بيعلمني الاتضاع، وتعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم. لما تبني على أساس الاتضاع وصخرة المسيح تتدفق النعمة من نهر جحون المرتبط بالتواضع. أجعل شرفك ياقوتا. ثلاثة، الشرف ياقوت. الشرف هو الجزء اللي بننظر منه للخارج متغطي بدم المسيح. نعلن أولا داخليا السجود والتسبيح، وتعلن السلطان على إبليس وجنوده، ونعلن من الشرف إلى خارجا لكل البشرية عن الآب، عن الفادي المحب ودم الحمل وإنجيله بروح الحكمة والإعلان. إعلان مكتوب ومنطوق بصوت قوي وحاد من ينبوع نهر حداقل، والتسبيح وتمجيد اسم الله القدوس. أبوابك حجارة بهرمانية. الحجارة البهرمانية تبقى هي صخور بركانية نارية قوية. أبوابك حجارة بهرمانية من الداخل. الأبواب هي الحواس وهي مقدسة، كل حواس الكيان جسد ونفس وروح مقدسة بالنار، والنار هي الآلام ومثبتة على المسيح بقوة. أبوابك مملوءة بالحضور الناري والإعلان الناري كمان، القوي الصلب الثابت، وكل حركة للتسبيح أو للخدمة بنار الروح القدس المشتعلة داخلنا للخدمة وللحصاد بنجاح وإيجاد الثمر. لو قلبك فيه اتساع ونعمة وصوت قوي وتسبيح يسكت إبليس، هتلاقي ثمر ونجاح وحياتك، وهتلاقي الجنة جواك ودي الأنهار. لو عينيك مكحلة بالإثمد، مثبت كيانك بالنعمة، وشرفك مليانة سجود وتسبيح الكاروبيم، ومملوء بروح المعرفة والحكمة والإعلان، تدوس إبليس وجنود بقوة الإعلان المنطوق والمكتوب، تنطلق من أبواب الحضور الناري لخدمة نارية، هتلاقي الحصاد والثمر وتلاقي الجنة جواك ودي الأحجار. هتلاقي الجنة هي جنة الراحة، عدن. عدن معناها الفردوس، مكان تلذذ الرب بيك وانت تتلذذ بالرب إلهك بجماله وجلاله به. كل بنيك تلاميذ الرب، وسلام بنيك كثيرا. البركة الموعود بيها هي السلام، وهو أعظم من الغنى والمجد والسلطان. هو سلام ليس كما يعطي العالم، بل سلام يفوق كل عقل. بالبر تثبتين، بعيد عن الظلم فلا تخافين. الله يعنا نسلك في بره، ومن يجتهد أن يثبت في هذا البر يثبت في الرب. كل آلة صورت ضدك لا تنجح، وكل لسان يقوم عليك في القضاء تحكمين عليه.
هذا هو ميراث عبيد الرب وبرهم من عند ربنا يقول الرب. بينا على أشعياء 62. من أجل صهيون لا أسكت، ومن أجل أورشليم لا أهدأ، حتى يخرج برها قضياء وخلاصها كمصباح يتقد. فترى الأمم برك وكل الملوك مجدك، وتسمين باسم جديد يعينه فم الرب. كلمة الله اللي الكنيسة مركز قلبه، فقد جاء إلى العالم ليخطبها لنفسه عروسا أبديا. هو لا يتوقف عن العمل الدائم حتى يضم إلى نفسه الكنيسة التي اقتناها بدمه الثمين عروسا له. المسيح شمس البر الذي يشرق علينا، فبتحمل بره برا لها، وتتمتع بالبهاء وتصير مصباح روحيا لا تقدر كل رياح العالم أن تطفئه. يناجيها قائلا: وجملتي جدا فصلحتي للمملكة، وخرج لك اسم في الأمم لجمالك، لأنه كان كاملا ببهاء الذي جعلته عليك، وتكونين إكليل جمال بيد الرب وتاجا ملكيا بكف إلهك. يدعوها الرب إكليل جمال وتاج ملوكي، لا لتوضع على رأس الرب لأنه لا يحتاج إلى كرامة إضافية، إنما هي في يده، هي عمل إيديه. مجدها من صنعه هو، يعتز بها ويبقى هو الرأس وهي الجسد. لا يقال بعد لك مهجورة، ولا يقال بعد لأرضك موحشة، بل تدعين حفصيبة وأرضك تدعى بعولة، لأن الرب يسري بك، وكفرح العريس بالعروس يفرح بك إليه. خارج المسيح المخلص كانت تدعى مهجورة وموحشة كأرض قفر بلا حياة ولا ثمر، فصارت نفسا خربة يحطمها الشعور بالعزلة والترك. الآن بالمسيح صارت عروس أبدية سماوية، لذا حملت لقبين مكرمين عوض الاسمين القديمين: حفصيبة وتعني مسراتي بها بتفرح قلبي، وبعولة ذات البعل يعني متزوجة، عروس بهية بي، صارت موضع سرور الله تعيش في حضنه وتعيش في حضن عريسها السماوي. بيتزوج الكاهن الكنيسة والأسقف الإبروشية عندنا في كأرثوذكسيين. تعبير مجازي يعني يحب بنوها أرضها، ويعملون بسرور وبهجة كأنهم متزوجين الكنيسة. يعملون لحسابها لا كعبيد وأجراء ينتظرون المكافأة، ولكن كعريس يسر بعروس ويطلب راحتها وترفها. وهذه هي سمة أولاد الله الذين بفرح يكرسون قلوبهم وأفكارهم وطاقتهم للعمل في كنيسة المسيح. على أسوارك يا أورشليم أقمت حراسا، لا يسكتون كل النهار وكل الليل على الدوام. يا ذاكري الرب لا تسكتوا ولا تدعوه يسكت، حتى يثبت ويجعل أورشليم تسبيحة في الأرض. إلهنا أقام حراسا لحراسة أورشليم يعني الكنيسة، هم الملائكة والسمائيين في السماء، والأنبياء والرسل والكهنة والخدام على الأرض، ينذرون ويعلمون ويصلين. يا ذاكر الرب لا تسكت، هذا نداء من الله لنا لنصلي بلا انقطاع. بكده نعلن محبتنا لله وثقتنا فيه، هو ملكنا ندعوه ليخلصنا. أهمية الصلاة حتى يدخل الله بنا بناء على إرادتك أنت، على إرادتنا، ويحرص بالرغم من أنه أقام حراس. وكل ما تطلبونه في الصلاة مؤمنين تنالوله. وكبدأ الإصحاح هنا باشتياق الله لخلاص الإنسان، ولكنه هنا يطلب أن نصلي من أجل هذا الخلاص. نطلبه لأن الحصاد كثير والفعل قليلون. اطلبوا من رب الحصاد أن يرسل فعل إلى حصاده، فإنها ساعة حصاد. أعبروا بالأبواب، هيئوا طريق الشعب، أعدوا السبيل، نقوه من الحجارة، ارفعوا الراية للشعب. ما هو المطلوب الآن من شعب الله؟ أن يتركوا بابل بعد كل ما هيئها الله لهم، أن يتركوا أرض العبودية والخطية ويمشوا وراء المسيح.
وكما هيأ يوحنا المعمدان الطريق أمام الرب، هكذا يهيئ خدام الله قلوب الشعب ليأتي السيد ويسكن فيها. فعلى الشعب أن يتوب، وعلى خدام الله أن يذيلوا العصرات من قدام الناس، نقوه من الحجارة، ارشدوهم في الطريق، ارفعوا الراية للشعب، خليكوا فخورين بصليبهم وإلههم. إحنا نكون فخورين بصليبنا وبإلهنا. هوذا الرب قد أخبر إلى أقصى الأرض، قولوا لابنة صهيون هوذا مخلصك آت، ها أجرته معه وجزاؤه أمامه. ويسمونهم شعبا مقدسا مفدي الرب، وأنت تسمين المطلوبة والمدينة غير المهجورة عروس المسيح، تسمى مدينة سماوية أورشليم السماوية. وهنا تكلمنا في الرسالة عنها بالتفصيل، الله يملى سماية الجديدة وأرض الجديدة وفيه وبيه، فبه وفيه أحيا وأتحرك وأوجد. تشددوا وتشجعوا، لا تخافوا ولا ترهبوا، لأن الرب إلهك سائر معك، لا يهملك ولا يتركك. أشعياء 60. قومي استنيري، لأنه قد جاء نورك ومجد الرب أشرق عليك، لأنه ها هي الظلمة تغطي الأرض والظلام الدامس الأمم، أما عليك فيشرق الرب ومجده عليك يرى، فتسير الأمم في نورك والملوك في ضياء إشراقك. من هم هؤلاء الطائرون كسحاب وكالحمام إلى بيوتها؟ عوضا عن كونك مهجورة ومبغضة بلا عابر بك، أجعلك فخرا أبديا، فرح دور فدور، وأجعل وكلائك سلاما وولاتك برا، لا يسمع بعد ظلم في أرضك ولا خراب أو سحق في تخومك، بل تسمين أسوارك خلاصا وأبوابك تسبيحا. لا تكون لك بعد الشمس نورا في النهار ولا القمر ينيل لك مضيئا، بل الرب يكون لك نورا أبديا وإلهك زينتك. بل الرب يكون لك نورا أبديا وإلهك زينتك. لا تغيب بعد شمسك وقمرك لا ينقص، لأن الرب يكون لك نورا أبديا، وتكمل أيام نوحك. شعبك كلهم أبرار إلى الأبد يرثون الأرض، وغصن غرسي عمل يدي لأتمجد. الصغير يصير ألفا والحقير أمة قوية، أنا الرب في وقته أسرع به. آمين. اسمحوا لي أرفعك أسبحك أباركك، أشكرك يا إله العظيم، أمجد اسمك القدوس، أسجد عند موطئ قدميك، لأنك إله العظيم القدوس، قدوس 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 الرب الإله القادر على كل شيء الذي كان والكائن والآتي. قدوس 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 رب الصباؤوت، السماء والأرض مملوءتان من مجدك وكرامتك، لك الملك والقوة والمجد والبركة والعزة. ليك يا رب كل كرامة وسيادة ورئاسة وسلطان، ليك الحكمة والغنى والقدرة، ليك كل شيء يا إله العظيم القدوس الحي الأزلي الأبدي. آمين.